انا امبارح ما صورت فيديو، بس نزل فيديو لانه انا بصور فيديوهات ليومين قدام. يعني مثلا الفيديو تاع بكره اللي هتشوفوه وتاع كمان بعد بكره، هذا مصوره قبل ما يصير اصلا هذا التفجير بالمستشفى اللي بغزه. من بعد ما صار هذا التفجير، اليأس حسيت فيه موجود بكل مكان، يأس مو طبيعي. فامبارح أنا ما صورت فيديو، كنت حاسك بشعور يأس مو طبيعي من اللي صار. حكيت خليني أطلع أغير جو، راح أتمشى بالسيارة وبنفس الوقت أحكي يلي قاعد بصير بغزة بفلسطين حاليا. إشي بحياتي ما توقعت إنه اليهود يعملوه، تفجير مستشفى. أنتوا متخيلين لأي درجة الواحد ممكن يوصل من الوطيان عشان يوصل لأنه يفجر مستشفى، تفجير مستشفى؟ وبعدين على أساس هناك كان في هناك في ناس لازم نشيلهم من هذا المكان، متخبيين هناك عم بيستخدموهم دروع بشرية. يا الله، نزلوا أول إشي هذا التويت إنه على أساس إحنا فجرنا هون لأنه في مقر هناك. مسحوا التويت هاد لأنه شافوا كم واحد انقتل بهذا التفجير على مستشفى. مستشفى مين فجر مستشفى قبل؟ في حد بكل العالم فجر مستشفى قبل؟ ما في حد بالعالم كله أتوقع فجر مستشفى قبل. أول ناس بالعالم هدول اليهود، أول ناس بالعالم يفجروا مستشفى. شافوا الوضع، شافوا كيف في كتير ضحايا، كتير ماتوا، كتير شهداء، راحوا قلبوا الناراتيف، قلبوا الموضوع. لا، مو احنا اللي فجرنا على فكرة. مش احنا اللي مفجرين. وطلع بايدن كمان بمقابلة، كان قاعدين هو ونتنياهو وماسك ورقة بإيده، بايدن حرفيا ماسك الورقة بإيده وقاعد بيحكي. It appears that it's been done by the other team. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. من the other team. احنا بنلعب Call of Duty لأنه other team. يا اخي والله التيم هداك على فكرة، التيم الأزرق هو اللي فجر، مش احنا، احنا ما دخلنا. شافوا الوضع ماكل هوا، شافوا كيف في كتير ضحايا، حكوا لا يا متحاسب عليها عالميا. مع انه خلينا نكون صريحين، ما حيتحاسبوا لا عالميا ولا هم يحزنون ولا اي اشي. بيعملوا كل هاي الاشياء لانهم ما عارفين، يعني انه بيقدروا يعملوا اللي بدهم اياه. فخلص يلا فجروا هاي المستشفى. خلص، حزن مو طبيعي باليوم اللي صار فيه التفجير. حزن مو طبيعي، ما عرفت انام، اظلني اتقلب. بفتح تيك توك بلاقي هناك فيديوهات عن هذا الموضوع، كل مكان فيديوهات عن هذا الموضوع وصور الشهداء والأطفال اللي ماتوا. يا حرام يا حرام، يعني يلي نجا من التفجير ومن كل هاي الأمور وراح هاي المستشفى، في أمل، في شوية أمل إنه أوكي ممكن خلاص يتعافى. مستحيل يفجروا مستشفى، ما بيفجروها، ما بيعملوها اليهود، ما بيعملوها. فجروا مستشفى، هو من يومهم يعني قاعدين بيفجروا بيوت الفلسطينية، ما إلهم دخل، مدنيين قاعدين بيفجروا بيوتهم. بس خلص تعودنا على هذا الشيء، حرفيا تعودنا على هذا الشيء. شفت كمان مقابلة بسام مع بيرز مورغان، أكيد شفتوها هلأ أنتوا هاي المقابلة أو شفتوا منها لقطات. اللي ما شافها أكيد بيكون شاف لقطات منها. حتى بسام حكاها بالحرف، حكاله لبيرز مورغان انه يا اخي عم بيتهبل، هو كان عليه يعني واضح انه عم بيتهبل، بس بنفس الوقت في حقيقة يعني من وراء التهبل هذا، انه يا اخي احنا خلص متعودين، يا اخي احنا الفلسطينية هدول هيك بيموتوا خلص، وهم اصلا ما بيخلصوا، قد ما قتلناهم خلص عادي ما بيخلصوا. في هبل بالموضوع، قاعد بيتهبل عليه، بس بنفس الوقت في حقيقة من وراء هذا الشيء. قاعد بيهتم هيك فلسطينية هدول، العالم كله حاسه هيك تعود على هذا الشيء، اوه هدول الفلسطينيين عم بيموتوا عادي، شيء بسيط جدا. وفي كتير عالم خايفه تطلع تحكي. يا الله هدول، يا الله يا الله.
انك انت تسكت عن الحق وتخاف تطلع تحكي. انا خلاص ما حاحكي شيء، انا حدعي لهم بصلاتي، اوكي؟ لا اله الا الله. اطلع احكي، اطلع انشر، انشر كليبات، انشر هذا، عشان يعني اول اشي الناس يظلهم واعيين على اللي قاعد بصير يشوفوا، لانه في ناس حرفيا ما بيحضروا اخبار، ما بيحضروا اي اشي، فبيشوفوا هاي الاشياء منك انت لما تقعد تنشرها. تاني اشي عشان ما تموت القضية، يظل في ناس قاعدين بيحكوا عنها. يلي صار طبعا هلا بفلسطين عرف كتير ناس، كتير ناس ما كانوا يعرفوا شو القصة بفلسطين، ليش في إسرائيل، فهموا وعرفوا ليش موجودة إسرائيل، عرفوا إنه إسرائيل محتلة فلسطين. في كتير ناس ما كانوا يعرفوا هذا الشيء، في كتير ناس كانت واقفة مع إسرائيل، وفي ناس لهلأ واقفة مع إسرائيل. للأسف للأسف في ناس لهلأ واقفة مع إسرائيل، بشوف بتعليقات لفيديوهات فلسطينية ولا هذا يستاهلوا ولا هيك. يا الله هدول ما بعرف شو أوصف لكم إياهم، شو أوصف هدول الناس؟ حثالة، زبالة، بلا شرف. فبيطلع بيحكي هيك تعليقات، يستاهلوا، مين حكى لهم يقصفوا؟ هم مو قدهم لإسرائيل، مين حكى لهم يقصفوا؟ لو أنت قاعد في مكان، في بيت، في بيتك، قاعد في بيتك، أنت قاعد في بيتك، ما في إشي، أمور طيبة، آكل، شارب، نايم، عم تعمل كل إشي، كله تمام، فجأة بيتصل فيك صاحب صاحبك، لأنه حرفياً هيك صار بالفلسطينية، يتصل فيك صاحب صاحبك، صاحب صاحبك هذا يحكي لك أنا بدي أجي عندك، بدي أنام، ما عندي مكان أنام فيه، عادي تستقبلني إني أجي أنام عندك؟ تحكي له أهلا وسهلا، أكيد حبيبي، تعال تفضل. يوصل عندك، تقعدوا يوم، يومين، أسبوع، فجأة ياخذ غرفتين. أول شيء أنت كنت عطيه غرفة، ياخذ غرفتين، كم شو هالشيء غريب، لأخذ غرفتين، كمان شوي بدي حمامين، كمان غرفتين وحمامين. طيب ماشي، بعد شوي اسمع، لا بدي كمان المطبخ وبدي كمان غرفة معاها. بالآخر بالنهاية آخر القصة يعطيك شو؟ الحمام الصغير اللي ضل، يحكي لك اقعد فيه، خلاص هذا هو مكانك الجديد، هذا هو اللي بتستحقه انت بهذا البيت، هذا الحمام الصغير، الحمام هذا الصغير وبس، ممنوع تطلع منه، تطلع منه تنضرب بوكس كف، كل ما تطلع، كل ما تطلع منه او طالب انك بدك تطلع او اي اشي تنسلخ كف. اخر شيء بعد سنين انت تحكي خلص هون وبس، انا بدي اطلع، وتطلع بس هاي المرة، تطلع وتضربه هو كف، وتضرب كمان صاحبه كف، وتحكي لهم خلص هذا اصلا بيتي، بدي اقعد فيه، هذا بحق لي، هذا حقي. يطلعوا عليك الناس، الجيران كلهم، شو عم يعمل هذا؟ ويبدأ هداك فيك ضرب وسلخ وهذا، ويرجعك كمان على الحمام مرة تانية، يقفل عليك ويضربك ويضربك، ويضلوا يضربك كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. والجيران ساكتين، استاهل هذا جد، اللي هم أوروبا، أمريكا، هذا اللي صار حرفيا بفلسطين. فلسطين أول ما إجوا عليها اليهود كانت 98% فلسطينية و 2% يهود، رحبوا فيهم أول ما إجوا، يا أهلا وسهلا، بعدين غدروا فيهم زي ما غدروا بكل الأنبياء، زي ما كانوا يحاولوا يقتلوهم، يعني معروفين عالميا اليهود، عالميا معروفين، هيستوريكال تاريخيا معروفين بالغدر. وهلأ زي ما أنتم شايفين ولا فرق معهم، وقاعدين بيقصفوا، مو بس بطلوا يقصفوا مدنيين، مدنيين هاي قديمة يا أخي، شو قصف مدنيين بس، أنت مجنون، قديمة ها. هلأ بدنا نقصف كمان شو؟ مستشفيات، هاي الليفل الجديدة. وبعدين
لما خلص قصف بهالمستشفيات شو بده يصير؟ بس نشوف انه في كتير ضحايا وهيك حنحكي انه مش احنا اللي قصفنا. على فكرة هاي كانت مو منا نحن، هم قصفوا حالهم بالغلط والله. اوكي شيء بيقهر، بس الحمد لله في كتير يعني كتير اجانب عرفوا الحق قاعدين بيشوفوا، يعني حرفيا عم يخسروا اليهود الميديا وور، عم يخسروا الاسرائيلية الميديا وور، الحرب الاعلامية اللي احنا فيها هلأ عم يخسروها. الكل قاعد بيعرف الحق، بس بنفس الوقت كمان يخسروا الحرب الاعلامية، ما يخسروا الحرب الاعلامية هم مو فارقة معهم، لانه يتحاكموا دوليا ما حيتحاكموا. استخدام قنابل محرمة دوليا استخدموا قصف مدنيين مع التنبيه لا تنسوا مننبههم قبل ما نقصفهم، فهذا معناه يعني عادي نقصفهم. فعشان هيك خلص مننبههم قبل بربع ساعة 10 دقائق خلص اسمعوا، خلص كل 5 دقائق مننبههم، يعني قبل 5 دقائق من القصف اسمعوا بسرعة يلا بدي نقصف يلا بالطريق الصاروخ يلا مع السلامة. شو أنا طالب؟ أنا طالب بروستد، أنا طالب صفيحة قبل 5 دقائق تتصل، أنا في بيتي قاعد فجأة تتصل لي يلا اسمع اطلع بدنا نقصف. شو القصة؟ ما عجبهم هاي الأوضاع، ما عجبهم هاي بس الأشياء، ما عجبهم هاي الأشياء اللي قاعدين بيعملوها، بس هي إبادة. أنا حكيت لكم قبل إبادة، وحرفيا وضحوا هذا الشيء لأنهم قصفوا مستشفى. ليش يقصفوا مستشفى؟ شو حرفيا ناس يلي هناك كلهم مصابين مريضين كلياتهم بالمستشفى لأنه ماكلين هوا بالمستشفى بتعالجوا لأنه ما بيقدروا يعملوا إشي. قالوا تقصفوهم؟ اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد. ما أعرف شو أحكيك الصراحة، إشي جدا حزين اللي قاعد يصير، إشي جدا حزين. ما جه بالي أصور، ما جه بالي أعمل أي إشي من وقت ما هيك صار. بارح ما صورت، ما عملت إشي، اليوم نفس الشيء هيك بس قاعد بنام لفيق تعاسة نكد بكل مكان، هيك حتى بالشارع والله قاعد بتمشى هيك حاسس بتعاسة حاسس بنكد. الناس كلها هيك فيها إحباط، وجوهها تعيسة. الله ينصرهم، الله يعينهم. هاي احنا بعاد وهيك، انتم متخيلين احنا بعاد وهيك؟ كيف يلي هناك؟ كيف يلي بغزة؟ شو قاعدين فيه؟ شو الله يعينهم.